سامعة بفاكهة توت الجوجي؟ يمكن إيه ويمكن لأ، بس الأكيد إنه بس تعرفي فوائدها رح تتمنى تجربيها. فاكهة توت الجوجي استخدمت من 6000 سنة بالصين والتيبت والهند، ومن فوائدها إنها بتحسن الوظيفة الجنسية والبروستات وبتحمي الكبد. بتحمي شبكة العين من خلال امتصاص الضوء الأزرق، جيدة لمرضى السكري، بتعزز الجهاز المناعي، بتعزز صحة القلب والأوعية الدموية، بتقوم بدور مضاد للأكسدة، بيمنع نمو الخلايا السرطانية والشيخوخة، وبتحتوي على تركيز عالي من الفيتامين سي. وهلأ شو رأيك تجربيها؟